السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بحل الوحدة الثالثة صفحة 19. طبعا في البداية هنا مطلوب لدينا أن نكتب فقرة عن هذه الكلمات الموجودة لدينا. طبعا ما لدينا هنا فايزة وزينة وناصر وسادة. لدينا أيضا مجموعة من الكلمات، طبعا spelling help هذه الكلمات تساعدنا في الكتابة. لدينا أول شيء نكتب ناصر عفوا هنا نصرة was faster wish faster than Nasra was faster than Zena. She was the second. أيضا نكتب فايزة was slower than زينة. She was the list. زينة was slower than Nasra. She was the third. Nasra was slower than Sada. She was than second. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة التي تليها وهي هذه الصفحة أو هذا السؤال. عندنا هنا EE وهنا EA وهنا أيضا EE، فنكتب هنا three، هنا نكتب three، وهنا نكتب C، وهنا نكتب ني. three وC وني. كذلك في السؤال اللي تحت نكتب three وهنا leaf وهنا green. هنا ماذا؟ green. الآن ننتقل إلى حل هذا السؤال. هنا EA وهي هنا
clean. أما هنا sleep، وهنا week. أما هنا sweet، red and well. الآن ننتقل في الأسفل، هنا لدينا EE فنكتب P، وهنا نكتب T، هنا teeth، أما هنا C، وهنا team، وهنا green، cream. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة التي تليها، وهي صفحة 22. لدينا هنا slowly، carefully، quietly، boldly and loudly، وهنا easily. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. عندنا في هذه الصفحة نكتب six، sixth، fifth، fourth، third، third and second، وهنا first، sixth، fifth، fourth، third، second and first. الآن نقوم بحل هذه الأسئلة. هنا لدينا go and play and do. عندنا go اللي هي swimming، skying، horse، reading. أما play عندنا football، tennis، badminton. أما do and should. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة التي تليها، وهي هذه الصفحة she want to get her bag quietly. أما في السؤال الثاني والسؤال الثالث slowly، وهنا quietly.